الدليل ده كما قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإزار إلى 4 أقسام، وأي واحد فينا الآن والناس البر والناس الجو الماجو داخلين في واحد من الأربع أقسام دي، أي واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ده الجسم الأول. قال: وهذه سنة مستحبة، لأنه قال إزرة المسلم إلى نصف الساق، ما ذكر وعيد للزول بخالف نصف الساق ابتداء، ولا جاب بصيغة الأمر المباشر، وإنما قال إزرة المسلم إلى نصف الساق، وده عند العلماء ده اسمه الأمر في صيغة الخبر، واحد ودي سنة. اثنين، قال ده الشيء الجائز اللي هو الإزار الجائز المباح، واللي هو من نص الساق تنزل إزارك للكعب، والكعب العظم الفوق، العظم الناتي الذي يربط بين القدم والساق، وده اسمه مباح. الدليل على الإباحة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب الوجوب. ليه من باب الوجوب؟ لأنه أنت مباح لك تنزل من نص الساق ليه قريب الكعب، لكن واجب عليك تنزل تحت الكعب. بديك الأدلة من الحديث ده بس براو، خلي باقي الحديث الثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ده القسم الأول السنة. القسم الثاني: ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، يعني من نص الساق للكعب ما في حرج ولا في جناح انه يزارك شنو انزل ويطلع، وده من باب الوجوب، مباح لك تنزل من نص الساق، لكن واجب عليك ما تنزل تحت الكعب. فهمت النقطة؟ ليه واجب؟ لأنه قال ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، معناه تحت الكعبين في حرج وفي شنو؟ في جناح. انت ما ركز. قال ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، معناه تحت الكعبين في شنو؟ في حرج وفي جناح. طيب ده القسم الثاني. القسم الثالث، ده الزول اللي بينزل تحت الكعبين وما خيلاء، وده الجواب على المسألة اللي أثرتها، اللي بينزل تحت الكعبين وما خيلاء، ما متكبر، ده عليه ذنب ووعيد ومن الكبائر. الدليل الحديث ذاته قال: فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ما ذكر خيلاء، قال لك بس مجرد نزلت إزارك وانت عارف، الجاهل ما كان عارف ما عليه ذنب، لكن بعد عرفت الحديث أي. قال: فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ما ذكر خيلاء، الخيلاء ده القسم الرابع وده أشد تحريما. قال: ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه.